أعزائي المشاهدين من جبل الزيتون مقابل مدينة أورشليم القدس القديمة، نواصل دراستنا في إنجيل يسوع الملك. وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن المأمورية الملكية أو المأمورية العظمى. هذا المكان محبب على قلب المسيح، من هذا الجبل أعطى المأمورية العظمى، ومن هذا الجبل صعد يسوع إلى السماء، وسيرجع في مجيئه الثاني إلى هذا المكان. أعزائي، خلف المدينة القديمة لأورشليم القدس تستطيع أن ترى من بعد كنيسة القيامة، أسوار أورشليم، البوابة الشرقية أو البوابة الذهبية، ثم جناح الهيكل العظيم، وادي قدرون الذي يفصل بين الجبل والبلدة القديمة، وطبعاً من الجهة الأخرى جبل صهيون بيت قيافة أو كنيسة صياح الديك. من هذا المكان طريق أحد الشعنين عندما دخل المسيح ظافراً ومنتصراً إلى أورشليم، وهذه الكنيسة كنيسة يسوع الباكي. في هذا المكان بكى ورثى أورشليم. في أسفل الجبل بستان جتسمان. أعزائي، سوف أتحدث عن هذه المأمورية العظمى، سأعود بعد قليل. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. رسالة ربنا للمحرومين، مين اللي هيوصل رسالة ربنا؟
ربنا. الرب فاتح قلبه للتايبين. مين اللي هينادي؟ مين اللي هيخبر؟ مين اللي هيصلي؟ مين اللي هيبشر؟ مين اللي هينادي؟ مين اللي هيخبر؟ مين اللي هيصلي؟ مين اللي هيبشر؟ مين اللي هيوصل رسالة ربنا؟ أعزائي المشاهدين، من جبل الزيتون نواصل حديثنا عن المأمورية العظمى أو المأمورية الملكية. آخر كلمات المسيح كانت على هذا الجبل: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ثم المأمورية العظمى عندما تحدث للتلاميذ على أحد جبال الجليل قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آخر كلمات لأي شخص أو أي رجل تعتبر في غاية الأهمية، لكن آخر كلمات المسيح تختلف عن أي كلمات شخص آخر. فأي شخص آخر في هذا الوجود كانت آخر كلماته قبل موته، لكن آخر كلمات المسيح كانت بعد موته، أي أنه قام من بين الأموات وظهر للتلاميذ وأظهر نفسه لهم وبرهن أنه حي فترة 40 سنة ببراهين لا تقاوم ولا تدحض. فهذا برهان عظيم جدا، لذلك تعتبر كلمات المسيح الأخيرة من أعظم الكلمات. إن دل على شيء يدل على صدق رسالته وعلى مصداقية إرساليته، أنه جاء من عند الآب، ويحق له الآن بجدارة لأنه أكمل عمل الفداء على الصليب وقام من بين الأموات، يحق له أن يرسل التلاميذ لكي يتحدثوا بالأخبار السارة وينشروا الإنجيل المبارك في كل مكان. لاحظ عندما طلب المسيح قائلا لهم اذهبوا، هذا لم يكن طلب لكنه أمر ملكي ينبغي أن يطاع. من أجل هذا نسميها المأمورية العظمى، من أجل هذا نسميها المأمورية الملكية، أي أن الملك يتحدث إلى رعاياه أن يقوموا بدور رعايا الملكوت وأن يذهبوا لكي ينشروا هذا الملكوت في كل مكان. عندما ظهر للتلاميذ في العلية في إنجيل يوحنا الإصحاح 20 قال: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ثم نفس هذه المأمورية نراها في إنجيل مرقس قائلا: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، ثم يقول: يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. من هذا أحبائي نكتشف أنها مأمورية في غاية الأهمية، وأن الكنيسة بالفعل أخذت تلك المأمورية على عاتقها وصممت أن تحمل هذه المأمورية العظمى. لكن أحبائي مستحيل أنه يذهبوا في هذه المأمورية من غير القوة، لكن المسيح قال للتلاميذ: امكثوا في أورشليم في منطقة العلية في جبل صهيون إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وفي يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ واعتمدوا بالروح القدس، وهذا الروح أحبائي هو روح القدس، روح القوة، روح المحبة،
وروح الجرأة استطاع أن يأخذ قوة عظيمة وحكمة إلهية لكي يذهبوا ويتحدثوا لا بقوتهم الخاصة ولا بحكمتهم، بل بقوة الروح القدس اللي انسكب في قلوبهم بمحبة لخلاص النفوس الضائعة. ابتدأوا طبعا كما يقول إنجيل لوقا إصحاح 24 آية 27 مبتدئين من أورشليم كارزين بالتوبة في هذا المكان، يعني ابتدأوا في المكان اللي كانوا موجودين فيه أي مدينة أورشليم. هذه المأمورية أحبائي انتشرت إلى كل أنحاء العالم طاعة لصوت الرب يسوع المسيح وتلبية لرغبته وإرادته، وطبعا أمر الرب يسوع له كل المجد. هذه المأمورية أحبائي تظهر لنا أن محبة الله عظيمة للجنس البشري، وأن قلبه الذي ينبض حنان يريد أن يأتي بالناس ويجتذبهم ليخلصهم لكي يعطيهم غفران الخطايا ويقين الحياة الأبدية. لكن هذه المأمورية تحتاج أحبائي كما ذكرت إلى الامتلاء بالروح القدس. هذا يعني أننا نحتاج إلى تكليف إلهي، إلى مسحة إلهية، إلى رسالة إلهية، إلى إرسالية إلهية وليست إرسالية بشر، إلى رؤية إلهية، هدف واضح، هدف إلهي وخطة إلهية واستراتيجية إلهية حتى تتم هذه المأمورية. لأنه مكتوب لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أجل هذا المأمورية هي بكل بساطة أن نقدم رسالة الإنجيل، وكلمة الإنجيل تعني الأخبار السارة، الأخبار المفرحة، الأخبار المبهجة، أي أن نقدم المسيح يسوع للناس، نقدم شخص لا شرائع أو تعليم اعمل أو لا تفعل، لكن الشخص الذي يستطيع أن يغير وأن يحير وأن يحرر. هذا الشخص يستطيع أن يغفر الخطايا ويكتب اسمك في سفر الحياة. الأخبار السارة بكل بساطة هو أن المسيح يسوع مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. فنحن نتحدث عن المسيح الحي القادر أن يخلص حتى هذه اللحظة. أعزائي سأعود بعد قليل لأواصل حديثي عن نفس الموضوع. ونشوفك انت يا قدوس شعب يا ربي بينادي تعال بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس. بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس.
أعزائي من جبل الزيتون، نواصل دراستنا عن المأمورية العظمى. قال يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. أحبائي، طلب المسيح بأمر من أتباعه أن يذهبوا إلى كل العالم ويكرزوا بالإنجيل، لكن السؤال: كيف نذهب؟ نذهب أولا بسلطانه، هذا السلطان المخول ليسوع المسيح. قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. هذا السلطان أولا هو سلطان ذاتي، جزء من طبيعته كابن الله الأزلي، لأنه جاء من السماء فهو كلمة الله. ثم هذا السلطان أحبائي مخول للمسيح لأنه حقق هذا السلطان بكفاءة وبجدارة، لأنه جرد الرياسات والسلاطين، أي أنه انتصر على الموت وانتصر على القبر وانتصر أيضا على الشياطين. فيحق للمسيح بجدارة أن يمنح ويخول هذا السلطان لأتباعه، لأنه هو انتصر أولا. فنذهب بسلطان المسيح. قال المسيح: سلطان أعطيكم أن تدوسوا حيات وعقارب. ونحقق مقاصد الله بسلطان المسيح. عندما نتكلم باسم المسيح نتحدث عن هذا الاسم الذي يستطيع أن يخلص، هذا الاسم الذي يستطيع أن يحرر الناس من القيود ومن الخوف ومن الخطية، وهذا الاسم الذي يستطيع أن يقدم الشفاء أيضا. وبهذا الاسم نستطيع أن نخلص من خطايانا، وبهذا الاسم نستطيع أن نكون أولاد الله. أعطانا سلطان أن نكون أولاد الله، أي المؤمنين باسم يسوع المسيح. لأن المسيح له سلطان أرسلنا بسلطانه. قال: اذهبوا بسلطاني. يعني عندما نذهب ونكرز نحن نكرز بسلطان المسيح. ثانيا، نذهب بنصرته، بنصرة المسيح. المسيح انتصر أحبائي، انتصر على التجارب في البرية، انتصر على الآلام في بستان جتسماني، وعلى الصليب أحبائي انتصر نصرة عظيمة، إذ قام أيضا من بين الأموات فهو حي، هو المنتصر والظافر. فنحن نتحدث ونتكلم عن شخص حي، شخص انتصر، فهو يقودنا في موكب هذه النصرة. يقول الكتاب: وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا بالمسيح يسوع، بانتصاره بما صنع على الصليب وبما قام به عندما قام من بين الأموات.
ثالثا قال المسيح اذهبوا بحضوري، أي قال للتلاميذ ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وهنا مرة أخرى نرى أزلية المسيح مع التلاميذ. بالسابق قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة أكون في الوسط، أي أنه يحضر عندما نصلي وعندما نذهب لنتكلم ونتحدث باسم المسيح، فهو حاضر معنا، حاضر إلى انقضاء الدهر. وهذا الحضور أحبائي بقوة الروح القدس، عندما امتلأ التلاميذ من الروح القدس جالوا مبشرين بالكلمة. فإذا ينبغي أن نذهب بسلطان المسيح، بنصرة المسيح، وبحضور المسيح. لا يمكن أن نتكلم بدون أن يكون لنا النصرة أو السلطان أو حضور إلهي معنا. ثم شيء ثاني أحبائي لازم نعرفه، الكرازي هو عمل ينبع من قلب محب، محبة لله بما قدم الرب لنا، ومحبتنا لإخوتنا على الأرض أي الخطاة. يقول الكتاب المقدس لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا العمل بينبع من قلب محب، لأننا نحب الله بما عمله من أجلنا ونحب إخوتنا. كيف نحب إخوتنا؟ لا نريد أي إنسان أن يموت بالخطية، لأن كل إنسان سيواجه الله في يوم من الأيام. يقول الكتاب الذي يؤمن بالابن أي بيسوع المسيح له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فيقول الرسول بولس محبة المسيح تحصرنا، هذه المحبة انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فإذا الشخص الذي يكرز هو يعبر عن محبته لله، لأن الله لمس بهذه المحبة فنقدم محبة المسيح للآخرين. ثم شيء آخر أحبائي، كرازتنا هو عمل ويعبر وينبع عن ولائنا وانتمائنا لله، وهذا طبعا ينبغي أن نعمله بكل فرح. يعني صار في عندنا انتماء للرب، ولاء للرب، وصرنا رعايا الملكوت، فيسمينا الكتاب السفراء، والشخص السفير الذي يمثل وطنه في بلد آخر، فوطننا هو السماء، فنحن نتكلم لهذا العالم حتى يتصالحوا مع الله، حتى يرجعوا ويتوبوا إلى الله. قال الرسول بولس لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. هذه المأمورية أحبائي مأمورية فريدة جدا، عظيمة جدا. موضوع المأمورية موضوع الخلاص. الذين يحملون هذه المأمورية تلاميذ المسيح الذين تغيرت حياتهم من الخوف والضعف إلى نصرة وقوة. ثم نتائج هذه المأمورية عظيمة جدا، لأن الإنجيل يغير، هو إنجيل السلام، إنجيل القوة، إنجيل المحبة، وإنجيل الفرح. هذا الإنجيل يجري تغيير جذري في حياة الناس، وأيضا تغيير في المجتمع في كل مكان. يتحدث عن محبة المسيح وخلاص المسيح. ثم الشخص الذي نتحدث عنه، شخص المسيح الرائع، هو موضوع كل الإنجيل، حياة يسوع الخالية من الخطية، موته على الصليب كفارة لأجلنا، قيامته من بين الأموات لأجل تبريرنا. وعندما نذهب باسم المسيح وعد الله أن يؤيد بالآيات والمعجزات. أصلي من كل قلبي عندما تسمع لهذا الموضوع أن تتعرف وأن تلتقي بشخص المسيح. أعزائي سأعود بعد قليل. سلام لكم. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إلى العالم أجمع
واعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بجميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. أعزائي المشاهدين، أنا بشكركم من كل قلبكم على اهتمامكم ومحبتكم بسماع هذه الحلقة. لكن عندما نكرز بإنجيل المسيح نكتشف عدة أمور. نكتشف أولاً محبة الله لنا، محبة أبدية أزلية لا تتغير ولا تتبدل رغم خطايانا، محبة غير مشروطة. من ناحية أخرى نكتشف أننا خطاة، أجرة الخطية هي موت، وطبعاً مستحقين عذاب جهنم. ثالثاً نكتشف خطة الله بواسطة الصليب، محبة الله وعدالة الله، عدل الله أنه يدين الخطية، محبة الله أنه يريد أن يفدي الإنسان من الخطية، وهذا الشيء تم بواسطة يسوع المسيح الكامل إذ جعل نفسه ذبيحة خطية لأجلك ولأجلي. ثم شيء رابع، ينبغي أن ندعو المسيح، نتوج ربا وملكا على حياتنا. عندما نؤمن به ونضع ثقتنا فيه، عندما نتوب عن خطايانا وندعوه لكي يكون ربا على حياتنا، تحصل على غفران الخطايا وعطية الحياة الأبدية. فأنا أشجعك أن تطلب المسيح ملكا وربا على حياتك. حتى نسمع منك، الرب يباركك وإلى اللقاء. نشكركم لمشاهدتكم برنامج إنجيل يسوع الملك. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto, Ontario, M6B4J2, كندا. يمكنك أيضاً الاتصال بنا تليفونياً من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.